فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمرأة أن تؤم النساء خاصة وتقف في وسطهن؟ لا. إيه نعم، لا بس نعم، يجوز لها تؤم النساء تكون في صفهن أو أمامهن، يجوز أن تكون أمامهن. نعم. فضيلة الشيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها. نعم. فضيلة الشيخ، إنما لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، أما النساء فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.